نحن تعرضنا إلى التهميش والإقصاء في هذه الانتخابات. تم تعرضي من الانتخابات مترشح في المجلس الشعبي الولائي والعرش نتاعي اللي رشحني، تم الإقصاء نتاعي بوحشية. نداء إلى كل المؤسسات، إلى كل رجال الأعمال، إلى كل نقابة المحاميين، رؤساء المحاكم، رؤساء المجالس القضائية، أنا نندد بهذا التعسف، نندد بهذا التعسف. أنا إنسان بسيط عادي من المجتمع الجزائري، تم الإقصاء نتاعي بماذا؟ بالوشاية الكاذبة. بماذا؟ على أساس أنني أنتمي إلى رجال المال. قالوا لي مادة باللي أنا بمخالطة رجال المال والمال الفاسد. هذا بريء، هذا شك من عهد الجامعة، من اللي كنت طالب في الجامعة. أقسم بالله لا دخلتني مبلغ مالي حوالي 10 ملايين في حياتي كل. هاهم اللي حوس يتفضل يا حفيد، تحقيق تحقيق. رجال الأمن، رجال العدالة، هاو شيك، هتفضلوا يتفضل يحكم يحقق يحقق. هاي شهادة البطالة، بلي أنا إنسان بطال. هاي شهادة البطالة، نسخة من جدول تاع الضرائب، في حياتي ما اشتركت معاه. يا إخوان، يا رئيس الجمهورية، أنا راني مظلوم من هذه المادة، ونطلب من المصالح المعنية، ومن المجتمع المدني، ومن رجال القانون، ومن الرجال المنظمات الجماهيرية، والسيد رئيس السلطة، السيد شرفي، والسيد وزير العدل، أنني نطالب بإرجاعي إلى القائمة بصفة رسمية، لأنني متهوم ومظلوم، واللي حوس يحقق هاي الوثائق. أنا المترشح ميسي بوعكاز في قائمة جبهة التحرير الوطني بلدية بركة. أنا راني جيت ندد بالإقصاء نتاعي كيف تم. أنا راهم داروا لي تهمة لا أساس لها، أنني ما فهمش القانون هذا، داري لي تهمة رغم معروف لدى العامة بمخالطة المال الفاسد. يا يعني ترى المال الفاسد هذا أنا نطلب تحقيق ثاني وثالث ورابع. مرشح في قائمة البلدية حزب جبهة التحرير الوطني مهندس معماري. أنا عندي متابعة قضائية، متابعة قضائيا، براءة في 2000 حكم ابتدائي، براءة قرار بالمجلس براءة، واليوم يكتب لك توبعة باسمه توبعة. راني براءة مال العدالة، وراها الموضوع تاع العدالة لهنا وراها. نحن الأشخاص المترشحين المقصيين لمختلف الأحزاب والقوائم الحرة نطالب اللجنة المستقلة فورا التخلي عن الممارسات السلبية التي لا سيلة لها بدولة القانون وما ينشد إليه المواطن لبناء ديمقراطية فعلية تشمل وتتواصل لأبعد الحدود.